شهد الإعلان عن إعطاء السلطات السعودية تراخيص لافتتاح دور عرض سينمائي ردود فعل متباينة عبر عنها السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد أن كان الإعلان تلميحا في شهر سبتمبر أيلول الماضي، أصبح الآن حقيقة، وسوف يتسنى لمحبي السينما السعوديين الذهاب إلى دور العرض مع مطلع العام القادم بعد 40 عاما من الحظر. فقد أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي لها أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفة الجهة المنظمة للقطاع أو بصفتها كذلك. وأضافت: سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، كما أكدت بأن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية. الهيئة نفسها لفتت إلى أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي. ماذا عن التغريدات التي يعني صدرت بهذا الخصوص؟ معالي الربراري يقول: حنصير ناس طبيعيين، والتراخيص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما. الآن أصبح بإمكاننا غزو الفضاء وصناعة السيارات ومنافسة كوريا واليابان. هاشتاج السينما في السعودية. رأي آخر لي من مي اللافي: ما باقي من دولتنا إلا يلتفتون للشعر والشعراء، يخصصوا لهم دور ثقافية تقام فيها أمسيات بشكل دوري ومسابقات ولقاءات لتبادل الأفكار والخبرات. يعني ننشئ بيئة خصبة للشعر مثل ما التفتوا للتراث من الإبل والصقور والفن من دور السينما. فعلا نحتاج شيء يخصنا. حيزوم تميم يقول: بصراحة من زمان نفسي أزور اليابان، وكنت خايف يسألوني يعني عندكم سينما؟ يتساءل. بعدين أتفشل عندهم، الحين أقدر أروح وأنا مطمئن وأحط عيني بعينهم. تحت هاشتاج سينما في السعودية. ولكن نجلاء القاضي غردت تقول: العادات السيئة تعود من جديد والأخلاق الحسنة تندثر شيئا فشيئا حتى تقوم الساعة على شرار الناس. الإسلام عندما جاء بدل العادات الجاهلية السيئة بالأفضل وليس العكس. طبعا السماح بإعطاء تراخيص لإنشاء دور السينما في السعودية تأتي في سياق العديد من الإصلاحات الاجتماعية التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأشهر الأخيرة. هذه الإصلاحات على الصعيد الترفيهي في السعودية، فقد أحيا الموسيقار العالمي ياني ثلاثة حفلات موسيقية في السعودية، تحديدا في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض. هذه الحفلات كانت محط كلام عشاق الموسيقى منذ الإعلان عنها في المملكة. عن هذا الموضوع معنا من جدة الدكتورة تغريد السراج، الكاتبة والباحثة في اللغويات التطبيقية. مرحبا بك دكتورة تغريد. توجه ببطء أم بسرعة نحو تغيير المملكة بفتح يعني دور عرض سينما بالإضافة إلى قيام الندوات والمنتديات الثقافية والموسيقية تحديدا؟
والله في مقابلة أخرى قبل كده قلت ما هتنتهي سنة 2017 إلا هنشوف أشياء تغيير جامد هيكون للشباب للمجتمع كأكمله، والحمد لله ما خاب ظني. فجينا دحين اليوم هو بنتكلم على فتح أدوار السينما هيكون في السعودية، فهذا اللي نقلة نوعية، فمنها فوائد اجتماعية منها فوائد اقتصادية. الاجتماعية الشباب هيصير في تنوع لأماكن الترفيه ليهم، ولكن هذا التنوع دكتورة تغرير دور السينما هذه ما نوعية الأفلام اللي ستعرضها؟ ستكون أفلام يعني آخر صرحة وبكل حرية بدون قطع كليبات، ونوع الرقابة التي يمكن أن تسلط عليها؟ يعني بدل ما يروح سينما مقطع الأفلام يروح MBC2 أسهل. احنا لين دحين عندنا دحين في كال 90 يوم لسن القوانين، هذه لسه الامور لسه ما وضحت، ولكن مجرد انه السماح بفتح دو ادوار سينما هذا في حد ذاته، حتى لو في البدايه احنا قابلين، لو حتى في البدايه فتحوا بدانا بافلام اجتماعيه للاطفال، المهم في باب تنفيذ للمجتمع يروحوا فيه كعائله كأسرة للترفيه، فهذا ما في مشكلة. ولسه القوانين هتيجي، يعني زي مثلا السواقة الحمد لله جاية، بس في لسه قوانين بتسن ليها، ما عندنا مشكلة. التغيير لازم يكون تغيير صح، احنا كنا بنستنى ده من زمان، ولكن التغيير لازم يجي مدروس، فما عندنا مشكلة نستنى القوانين تطلع وشوي شوي حسب ما يكون الشعب تقبل الموضوع ويلتزم بالقوانين فهتتحسن الوضع. وأعتقد أنه ما في مشكلة لو كان لها قوانين ونظم، وطبعا حسب عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية ما عندنا مشكلة في هذا الشيء. الكاتبة والباحثة في اللغويات دكتورة تغريد، شكرا.